طبعا احنا فخورين اليوم بافتتاح معهد برجيل الاورام اللي يعتبر مركز متكامل وشامل لعلاج مرضى السرطان، سواء كان فحص مبكر للسرطان او تشخيص حالات السرطان او علاجها، سواء كان جراحيه كيماويه مناعيه او اشعاعيه. مره اخرى الهدف من هذا المركز احنا نسهل على مرضى السرطان القدوم الى مكان واحد حتى يسهل عليهم الحصول على جميع الخدمات في تحت سقف واحد. طبعا فكره المعهد ان المعهد مش فقط لعلاج مرضى السرطان، ولكن ايضا للقيام بابحاث طبيه متخصصه في مجال السرطان. احنا فخورين جدا بقيامنا بالعديد من الابحاث ونشر عدد كبير من الابحاث في هذا المجال. طبعا احنا اليوم فتحنا المعهد بشكل رسمي، ولكن احنا الحمد لله صار لنا 3 سنوات في هذا المجال ونشرنا العديد من الابحاث في دوريات عالميه. ايضا نقوم بالتعاون مع عده جهات دوليه في مجال الابحاث وتطوير ادويه حديثه للسرطان. طبعا فكره المعهد هي للتدريب وايضا للتشخيص وايضا للابحاث الطبيه، حتى يكون مركز متكامل من جميع النواحي لخدمه اماره ابو ظبي دوله الامارات. طبعا فكره المعهد اللي يكون متكامل من ناحيه ابحاث وعلاج وايضا تدريب موجوده دول عديده، ولكن يعتبر من الافكار الحديثه نسبيا في الدول العربيه، ويعتبر مركز من اوائل مراكز دوله الامارات التي تقوم على فكره المعهد، حتى مره اخرى يتسنى يكون هناك تركيز كامل من جميع النواحي علاج مرضى السرطان.